يا رب بك نستجير فأجب دعانا، يا رب بك نستجير فأجب دعانا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وأسرار أدعية القرآن. دعاء جميل النهاردة، دعاء كشف البلاء ورفع الغم والهم. دعاء جه في القرآن وقصته قصة كبيرة هنحكيها. الدعاء هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ردده كتير، ردده طول ما تكون مهموم. دعاء للمهمومين والمكروبين، دعاء للي عنده بلاء كبير في حياته. أصل اللي دعا الدعوة دي هو أكتر واحد كان عنده بلاء في أصعب موقف ممكن تتخيله، سيدنا يونس في بطن الحوت. ده دعاء يونس وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنادى في الظلمات، أصلها ما كانتش ظلمة واحدة، ده هو في بطن الحوت ظلمة، في بطن المحيط ظلمة، في قلب الليل ظلمة، في الظلمات ثلاث ظلمات مش ظلمة واحدة. وبطن الحوت هو رمز الكرب، وظلمات الليل هي رمز البلاء الشديد والهم والغم، الليل والظلمة. كأن ربنا بيقول لنا في هذا الجو المليء بالبلاء والكرب والظلمة والهم والغم، نادى نادى وأم قايل هذا الكلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوفوا بقية الآية حلوة إزاي، فاستجبنا له على طول، والفاء للسرعة مش واستجبنا له، لا 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 على طول، أول ما قال الدعاء دون فاستجبنا له ونجيناه من الغم. عرفت لو قلت لكم ده دعاء كشف البلاء ورفع الهم والغم؟ لأن القرآن قال كده، لأن القرآن استخدم كلمة فاستجبنا له ونجيناه من الغم. لا بقيت الآية مهمة قوي، وكذلك ننجي المؤمنين. لا الدعاء ده فيه سر خطير. ليه في سر خطير؟ لأن واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقى واحد بيدعي بيقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقال النبي فيه اسم الله الأعظم، لأن في توحيد لا إله إلا الله، وفي تعظيم سبحانك، وفي اعتراف بالذنب وتذلل إلى الله، إني كنت من الظالمين. إيه الثلاثة الجمال دول يحبهم الله سبحانه وتعالى؟ فالنبي قال لقد دعا باسم الله الأعظم لا إله إلا أنت. فقال الرجل يا رسول الله هذه دعوة يونس؟ قال نعم. قالت يا رسول الله، قال له الله فنجيناه من الغم، ألي يونس وحده؟ قال لا، هي عامة لكل مؤمن إلى يوم القيامة. ألم تسمع قول الله وكذلك ننجي المؤمنين؟ مؤمن بالله؟ أيوة أنا مؤمن بالله. ما قالش وكذلك ننجي المتقين، عارف لو قال كذلك ننجي المتقين يبقى وكذلك ننجي أولياء الله، لا أنا مؤمن بيك يا رب، أنا بقول الدعاء وأنا حسه ومؤمن بيه، وكذلك ننجي المؤمنين. مين يا جماعة عنده يقين في الله وحسن ظن بالله إنه هو لو دعا هذا الدعاء وهو مكروب ومهموم إنه هو ربنا سبحانه وتعالى يفرج الهم والكرب بهذا الدعاء؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وترددها 100 مرة، قولها طول ما أنت، والله بعد شوية حتهدأ، والله بعد شوية هتبص تلاقي نفسيتك أكثر طمأنينة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نجى سيدنا يونس فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أرسلها لمين الدعوة دي؟ أرسلها لكل مهموم في الحياة، أرسلها لكل واحد صاحب ألم، أرسلها لكل واحد صاحب بلاء، قل له رددها رددها، ده ربنا اللي قايل لنا عليها ووعدنا بيها وكذلك ننجي المؤمنين. وعود ربنا سبحانه وتعالى لا تتبدل. يا جماعة احنا في الدنيا بتقول فلان لو وعد انا خلاص انا مطمئن فلان وعد، فما بالك وعد الله وكذلك ننجي المؤمنين. وعد الله إنه كان وعده مأتيا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، إن الله لا يخلف الميعاد. وعود ربنا هذا وعد، امسك فيه، كل ما يكون عندك هم وكرب اجري ردد هذا الدعاء، عيش به وارسله لكل مكروب في الحياة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.